بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم النهاردة في حلقة الكيمياء من برنامج مدرسة على الهواء. النهاردة إن شاء الله هنتابع مع بعض باب العناصر الانتقالية، معانا الحديد النقي وخواصه أو خواص الحديد الفيزيائية والكيميائية. طبعا قبل ما نبدأ شغلنا النهاردة بأتشرف بوجودي مع الأستاذ سامي. أهلا بك أستاذ سامي. أهلا وسهلا بك يا أستاذ رمضان وبجميع طلاب السنة العامة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك حبيبي. طبعا إحنا عرفنا مع بعض العناصر الانتقالية وقلنا إن السلسلة الانتقالية الأولى عندنا ليها نسبة معينة في القشرة الأرضية 7%، بدايتها عنصر سكانديوم عدد ذري 21، نهايتها عنصر الخرسين 30، موجودة في الدورة الرابعة. السلسلة الانتقالية الأولى بيتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 3D. النهاردة هنتكلم مع بعض على الحديد النقي وخواصه، خواصه الفيزيائية وخواصه الكيميائية. بعد ما شفنا في الحلقة اللي فاتت زمايلنا الأفاضل شرحوا معانا كيفية استخلاص الحديد من خاماته المختلفة، سواء كان عملية التجهيز أو عملية الاختزال ثم إنتاج الحديد في المحول الأكسجيني أو الفرن الكهربي أو الفرن المفتوح. برضو تعرفنا على السبائك وأنواعها، بس النهاردة تعالوا نقول مع بعض قبل ما نبدأ خواص الحديد بعض أمثلة للسبائك اللي موجودة عندنا. في سبائك بتنتج من اتحاد فيزيائي وسبائك تنتج من اتحاد كيميائي. نسمع الكلام ده من أستاذ سامي. طيب احنا عندنا أستاذ رمضان الحديد النقي دايما في لذ لين نسبيا، وعشان أزود الصلابة بتاعته بضيف له مواد أخرى، عشان كده بعمله في صورة سبائك. زي سبيكة مثلا الحديد والمنجنيز. الحديد مع المنجنيز. زي سبيكة الحديد مع النيكل، كل دي عبارة عن سبائك. الغرض منها حديد وكربون. إن أنا أحسن الحديد بتبقى صالحة للإيه؟ للاستخدامات الإيه؟ الصناعية. يبقى الغرض من صناعة السبائك الحصول على صفات جديدة مرغوب فيها. الله يفتح عليك. يعني زي ما بتقول إن الحديد النقي لين. لين نسبيا. لين نسبيا. فأنا بضيف له منجنيز وبرضه المنجنيز هش. سهل يتكسر. النقي. أيوة. لما بنضيف الاثنين مع بعض بيدينا حديد صلب بنصنع منه قضبان السكك الايه مواصفات جديده مرغوب فيها. تمام. فاحنا عندنا عمليه انتاج السبائك بتتم بطريقتين، طريقه قديمه شويه اللي هي طريقه الصهر، ان انا بجيب حديد مثلا واصهره واحط معاه منجنيز بنسب معينه واصهرهم واخلط الخليط مصهورين على بعض. يبقى طريقه الصهر. صهر ان انا اسيح العنصرين مع بعض. يعني بسخن الاثنين مع بعض واسيحهم. بتخش العناصر في المسافات الايه البينية الجديدة. اعمل مزيج بينهم. حلو. دي سبيكة ايه بقى على طول كده؟ قبل ما نخش في السبيكة دي نقول الطريقة الثانية. الصهر بيطلع سبيكة بينية. ماشي. اتفضل. الطريقة الثانية ان انا استخدم حاجة اسمها الترصيب الكهربي. جميل. زي طلاء المقابض الحديدية بالنحاس الاصفر. انا بجيب محلول يحتوي على ايونات نحاس وايونات خرسين، وبقفل الدايرة على مع المقبض. هنقف عند النحاس ده، عنده اربع سبائك. انت حضرتك بتقول دلوقتي نحاس اصفر. بينتج بالترصيب الكهربي. النحاس الاصفر عباره عن خليط من النحاس والقصدير. عندنا البرونز قبل كده. البرونز قصدير. البرونز قصدير مع نحاس. لكن النحاس الاصفر ده خرسين مع نحاس. جميل. يبقى كده في سبيكتين عشان نبقى فاكرين. لسه فاضل تحليل كهربي لمحلول يحتوي على ايونات النحاس وايونات الخرسين، والمقبض بتاعي بوصله بالقطب السالب. ايونات النحاس والخرسين ايونات موجبه. دخلنا على الكهربائي. ايوه كده. هنروح ناحيه الايه المقبض، هيحصل عمليه اختزال ويترسب، هيكتسب الكترونات ويترسب النحاس والخرسين. طب يبقى الطلبه دلوقتي الطلبه الترصيب الكهربي. يعني الطلبه دلوقتي يعرفوا ان الترصيب الكهربي عباره عن ترصيب فلز النحاس. أيوة. او الخرسين او الخليط منهم. على بعض المعادن الاخرى عشان نعمل منهم المقابض الحديديه. اللي مرغوب فيها، اللي بتدي شكل لامع. بتدي صفات جديده مرغوب فيها، زي سبيكه النحاس الاصفر اللي بتتكون من نحاس مع خرسين. طب انواع السبائك بقى. عندي ثلاث انواع من السبائك. السبيكه الاولانيه بسميها السبيكه البينيه، وهي واضحه من اسمها ان حاجه بتخش بين او في الفراغات البينيه لماده اخرى. انا عندي الحديد النقي لين نسبيا. طب ايه سبب الليونه دي؟ ذرات الحديد النقي متراصه فوق بعضها رصا محكما، فلما اجي اعمل عليها طرق شديد بيحصل انزلاق للذرات. انزلاق الذرات بنقولها بنقولها بالبلدي لو انت خبطت على الحديد بشكوش بتتبطط. تمام. زي بوز المفك كده المتبطط ده. حلو قوي. طب انا مش عايزه يتبطط، يبقى امنع الانزلاق ده، فبضيف له ماده اخرى زي الكربون ذراته اصغر من ذرات الحديد، بيخش في المسافات البينيه لمين؟
للحديد ويمنع الانزلاق. طب ده أنا اتحاد لو حبيت ايه؟ أوصف اتحاد ايه ده؟ ده خلط فيزيائي. خلط فيزيائي. يبقى فيزيائي. اتحاد فيزيائي بنعمل سبيكه ايه؟ بينيه. هي اتقالت قبل كده بس بنوضحها اكتر. يعني انا لو بصيت مثلا للسبيكه ادي ذرات الحديد، هنكبرها شويه كده عشان الطالب يتخيل معايا كده. ذرات الحديد متراصه فوق بعضها رصا محكما. فلو عملت طرق شديد على الحديد، الذرات دي بيحصل لها عمليه انزلاق لوجود الفراغات دي. جميل. طب انا مش عايزه ينزلق، اعمل ايه؟ اضيف الكربون فبيخش في المسافات اللي ايه؟ البينيه دي اللي واخده اللون الايه؟ اللون الاحمر. يبقى في الحاله دي يبقى انا كده زودت صلابه. ايوه، زودت الصلابه وغيرت الخواص المغناطيسيه بتاعته، زودت وغيرت في درجه غليانه وحاجات كتيره جدا. يبقى حديد وكربون نعمل حديد صلب. ايوه تمام. دي سبيكه تسمى سبيكه بينيه. نتجت من خلط فيزيائي، اتحاد فيزيائي. في اتحاد فيزيائي تاني، السبائك الاستبداليه. ان انا بستبدل ذرات عنصر بذرات عنصر اخر عن طريق الاتحاد او الخلط الفيزيائي. عندي عده انواع زي ايه؟ حديد وشروطها. حديد مع نيكل ماشي. تمام. نيكل كروم مع ماشي. حديد مع نيكل وكروم ماشي. نحاس مع ذهب ماشي. كل دي عباره عن سبائك استبداليه. بس السبيكه الاستبداليه ليها شروط. الشروط بتاعتي ايه؟ ان هم يكونوا متساويين في الحجم الذري ومتشابهين في الشكل البلوري والنشاط الايه؟ الكيميائي. ودايما الجزء ده بيجي عليه سؤال في غايه الاهميه. يقول للطالب علل، هي ليه سبيكه النحاس والذهب سبيكه استبداليه؟ بتساويهما في الحجم الذري والشكل البلوري والتقارب في النشاط الايه؟ الكيميائي. ده بالنسبه للسبيكه الايه؟ الاستبداليه. جميل. عشان كده احنا معظم العناصر الانتقاليه عشان في تشابه في الخواص وتشابه في الحجم الذري، احنا قلنا قبل كده في الخواص ان الحجم الذري بيقل بمقدار ضئيل جدا ويحصل ثبات نسبي من اول الكروم لحد النحاس. يبقى وفي عندي قاعده بتقول اذا تساوت مجموعه من العناصر او تقاربت في انصاف اقطارها فانها تتشابه في الخواص. وعشان كده العناصر الانتقاليه بستخدمها في انتاج السبائك الاستبداليه. يبقى ممكن نقول سؤال كده، علل ايه او اذكر السبب العلمي. النحاس مع الذهب يكون سبيكه استبداليه للتقارب في الحجم الذري، تقارب في الخواص الكيميائيه والفيزيائيه، تكارب في الشكل البلوري. اما السبيكه اللي بتنتج من اتحاد كيميائي، بس اتحاد كيميائي شاذ، انا بقول عليك اتحاد كيميائي شاذ، لان المركب اللي بيطلع عندي هنا بس في شبه مركب لا يظهر فيه صفات التكافؤات المعروفه، والعناصر اللي بتكون سبيكه بين فلزيه او سبيكه مركبات لا تقع في نفس المجموعه في الجدول الدوري. طب ناخد طيب احنا معانا اتصال دلوقتي من بنتنا سالي من بورسعيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم يا سالي. وعليكم السلام. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. حضرتك يا مستر. اهلا بيكي. اهلا بيكي. مستر، بس حضرتك انا عايز اسال على التركيب الالكتروني وحالات التاكسد لعناصر السلسله الانتقاليه الاولى. يعني عاوزه تعرفي حالات التاكسد لمين؟ لعناصر ايه؟ السلسله الانتقاليه الاولى. كلها. طب ما خدناها في حلقه سابقه يا بنتي. لو انت دخلت على موقع القناه في اليوتيوب ان شاء الله الحلقه دي متسجله وموجوده. طيب مستر، ممكن بس اسال حضرتك القناه اسمها ايه؟ اسمها قناه النيل التعليميه او اديوكيشن 1. قناه مصر التعليميه. قناه مصر بتاعها التعليميه 11747. ماشي يا سالي. بصي معايا كده في حالات التاكسد، اسمعيني كده عن طريق التلفزيون. ايوه سمع حضرتك. طيب ماشي. انا معاك دلوقتي حالات التاكسد. طبعا العناصر الانتقاليه بتتعدد فيها حالات التاكسد، وانت عارفه السبب العلمي بتاعها لتقارب المستويين 4s و 3d في الطاقه، فبيتوالى خروج الالكترونات اولا من 4s ثم يتتابع خروج الالكترونات 3d. حالات التأكسد، السكانديوم عنده حالة تأكسد وحيدة فقط اللي هي موجب 3. الخرسين في الآخر عنده حالة تأكسد واحدة موجب 2. حالات التأكسد بتزيد من السكانديوم لغاية المنجنيز. المنجنيز بيوصل لغاية موجب 7، وتقدر تقل من المنجنيز لغاية الخرسين اللي هو بيوصل لموجب 2. يبقى أنت عندك لازم كل عنصر من العناصر اللي بقولهم الثلاثة دول، سكانديوم، المنجنيز، الخرسين، تعرفي أعداد تأكسده. ايضا لازم تعرفي ان هي بتزيد لغايه المنجنيز وتبدا تقل بعد كده لغايه الخرسيم، وتعرفي سبب ان العناصر الانتقاليه تتميز بتعدد حالات تاكسد. ولازم تعرفي كمان يا سالي ان عندك عنصر الكروم وعنصر النحاس التوزيع بتاعهم شاذ. تمام. ولكن الحاجات دي برضو عشان الحالات التاكسد دي احنا برضو خدنا التوزيع الالكتروني لاقرب غاز خامل او باستخدام الغاز الخامل في سنه ثانيه،
فالمعلومات ده تبقى بسيطة معاكي لو انت قدرت تتابعيها من موقع القناة في اليوتيوب ان شاء الله. طيب شكرا. عندك أسئلة ثانية يا سالي؟ لا شكرا يا مستر. طيب احنا شرفتينا بالوجود معانا. ماشي اتفضلي. احنا بنتكلم في اخر سبيكة عندنا. ناخد السبيكة البينية بس ايه بالترتيب واحدة واحدة. البين فلزية. السبيكة البين فلزية. تمام. اول حاجة السبيكة البين فلزية رقم واحد بيحصل اتحاد كيميائي بين مكونات السبيكة. يبقى السبيكة هنا مركب. كويس. خلاص كده. الحاجة التانية مكونات السبيكة ليست من مجموعة واحدة. تمام. الحاجة التانية الصيغة الكيميائية للسبيكة لا تخضع لقوانين الايه؟ لقوانين التكافؤ. زي مين مثلا؟ زي سبيكة الديور الومين. كويس. وزي سبيكة السيمنتايت. يعني سبيكة السيمنتايت الصيغة الكيميائية بتاعته FE3C. دي الصيغة الكيميائية. كربيد الحديد. ليه كربيد؟ اسمه كربيد الحديد او السيمنتايت. دي سبيكة بين سبيكة بين فلزية. بيحصل اتحاد كيميائي بين مكونات السبيكة. ومكونات السبيكة ليست من مجموعة واحدة. يعني الحديد من العناصر الانتقالية. الكربون ده عنصر ممثل. تمام. فده حاجة وده ايه؟ ده حاجة. وفي سبائك ايه تاني؟ في سبيكة الديور الومين اللي هو سبيكة وفي سبيكة الرصاص مع الذهب. بس الديور الومين مش سبيكة واحدة. دي عدة سبائك. زي ايه؟ النيكل مع الالومنيوم. أيوة. النحاس مع الالومنيوم. تسمى الديور الومين. ديور ايه؟ الومين. سبيكة بين فلزية. وفي سبيكة الرصاص مع الذهب. طيب. وفي سبيكة السيمنتايت. لو سألنا ليه السيمنتايت من السبائك البين فلزية؟ لو جاء السؤال كده على طول اقول له خواص السبيكة البين فلزية اللي هي ايه تاني؟ اول حاجة يحدث اتحاد كيميائي بين مكونات السبيكة. خواص السبيكة تختلف عن خواص مكوناتها. كويس. الصيغة الكيميائية للسبيكة لا تخضع لقوانين التكافؤ. مكونات السبيكة ليست من مجموعة واحدة. الله ينور عليك. الله يبارك فيك. ده كان درس السبائك. احنا قلناه بالتفصيل كده. نخش بقى اهم جزء النهاردة، الحديد النقي وخواصه الكيميائية. على طول لو حبينا نقول خواصه فيزيائية سهلة جدا. خواصه الفيزيائية بتاعته انه فلز لين نسبيا، قابل للطرق والسحب، عن سهل التشكيل. نسبته في القشرة الارضية 5.1، وبعد كده له خواص مغناطيسية. حلو اول. طيب دي اللي هي الخواص الفيزيائية. طب انا لما اجي احب ادرس الخواص الكيميائيه دايما اقول للطالب ادي لنفسك كده ايه نقاط الاول. انا هدرس اثر الهواء او التفاعل تاثير الهواء. دي خواص كيميائيه. تاثير الهواء، تاثير الميه مع اللافي للذات مع الاحماض. جميل. يبقى انا قاعد عندي كده وحاطط لنفسي كده باكج كده انا هذاكر دول. في نقطه سامي عايزين نقولها للطلبه دلوقتي اللي هي ازاي اذاكر المعادلات كويس. احفظها ازاي يا استاذ؟ لا مش نحفظها، نفهمها. أيوة كويس. يبقى انا بفهم المعادله عباره عن ايه. بعد كده اقدر احفظها، ولازم اكتب شروط التفاعل، ولازم بعد كده اوزن المعادله. يعني اربع شروط لحفظ المعادلات عشان كده بعد فهمها. عشان كده استاذ رمضان لو تفتكر في الحلقه الاولانيه انا اترجيت، مش الطالب بقى، اترجيت ولي الامر، قلت له تابع ابنك في انه يحفظ العناصر بالتكافؤات بتاعتها، يحفظ المجموعات الذريه بالتكافؤات بتاعتها، ويتعلم ازاي يكتب الصيغه الكيميائيه للمركب عشان ما يحفظش معادلات. طيب. لان صعب ان انا احفظ المعادلات. احنا بدانا كده بالحديد وخواصه الكيميائيه. لو حبيت اتعرف على الخواص دي نقولها كده بسرعه وبعدين نشرحها بالتفصيل. الحديد لو انا سخنته في الهواء مباشره بتسخين شديد بينتج اكسيد حديد مختلط، اكسيد حديد مغناطيسي FE3O4. اما اذا خدت الحديد وسخنته مع بخار الميه، ما اقولش ميه بقى، مع بخار الميه لغايه درجه 500 درجه مئويه، يكون اكسيد حديد مغناطيسي وهيدروجين. لو خدت الحديد مع اللافل الذات، في بعض منها عامل مؤكسد وبعض منها عامل مختزل. الحديد اشهر تكافؤين ليه موجب 2 وموجب 3. لو خدنا الحديد مع الكلور يتكون ملح الحديد الثلاثي، كلوريد حديد ثلاثي، لان الكلور عامل مؤكسد قوي. اما اذا تفاعلت الحديد وسخنته مع الكبريت يكون كبريتيد حديد ثنائيا، لان الكبريت عامل مختزل. يبقى دلوقتي هنشوف الحديد بتسخينه في الهواء، ونشوف بعض التحولات الجميله اللي بتظهر، نشوف الحديد مع بخار الميه، الحديد مع بعض اللافلزات اللي موجود، وبعدين نتابع مع بعض مع الاحماض اللي موجود عندي. طيب. اول معادله عندي فعل الهواء. لو انا جبت قطعه من الحديد وسخنتها الى درجه الاحمرار وسبتها معرضه للهواء الجوي بيسود. حتى الكلام ده بيتشاف عند الحداد، بيجيب الحديد عشان يقدر يشكله
بيسخنه لدرجه الاحمرار، وبعد كده بيبدا ايه يخبط عليه، وبعد كده يا اما بيسيبه في الهواء يا اما بيغطسه في الايه في الميه باللغه الايه الدارجه. فالجزء ده بيسود، اسود ليه؟ لانه تحول الى اكسيد حديد مغناطيسي. تمام. المعادله بتبين الكلام ده. هنقول المعادلات بس اولادنا بداوا يتصلوا بينا. الحمد لله. معانا مصطفى من اسماعيليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اهلا وسهلا يا مصطفى. اهلا بيك. لو سمحت في سؤال وضح المعادلات كيف تحصل على. اتفضل. كيف تحصل على الحديد من سبيكه له مع النحاس؟ سبيكه له مع النحاس. حاضر. حاضر. ايه تاني يا مصطفى؟ لا شكرا. طيب شرفتنا بالاتصال، بس عشان تبقى عارف اقول ولا تقول حضرتك؟ لا اقول اتفضل. احنا عندنا الحته دي كانت موجوده فعلا في المناهج القديمه معانا، بس اقول لك على اجابتها برضو. انا الحديد والنحاس مين اكثر نشاط؟ الحديد. النحاس اقل نشاط في السلسله الكهروكيميائيه. بضيف حمض مخفف، هيتفاعل الحديد مع الحمض المخفف ويترسب النحاس. بعد كده انا حصلت على ملح الحديد، هاخد ملح الحديد وليكن حمض الكبريتيك المخفف مع الحديد هينتج FeSO4، كبريتات حديد ثنائيه. هاخد كبريتات حديد ثنائيه هسخنها هيديني اكسيد حديد ثلاثي. هناخد اكسيد حديد ثلاثي نختزله باول اكسيد الكربون عند اعلى من 700 حصلت على الحديد. يبقى دلوقتي انا عندي مخلوط من حديد مع نحاس، بالتفاعل الكيميائي الحديد يتفاعل مع الحمض، وبعد كده الملح اللي بيطلع اقدر افصل منه الحديد تاني واطلعه. بس ده ما تعبش نفسك في مذاكرته، انا جاوبتك عليه. ده عباره عن جزء في المناهج القديمه، بس لو حبينا نقول انه مرتبط بمنهجنا نقوله ونعرفه ونجاوبه مع بعض. هنتابع مع بعض معادلاتنا. شكرا يا مصطفى. هنتابع مع المعادلات اللي موجوده، اللي هي خدنا الحديد مع الهواء. الحديد مع الهواء المعادله معروضه على المينيتور دلوقتي. تمام. الحديد المسخن لدرجه الاحمرار، درجه الاحمرار اللي هي 500 درجه مئويه، بيتحد مع الاكسجين ويدينا اكسيد الحديد المغناطيسي اللي احنا بنسميه الاكسيد الاسود. بعض الطلبه تيجي اللي هو بيبص للمعلومه دي اول مره يقول لك الله اكسيد الحديد المغناطيسي ده التركيبه بتاعته غريبه شويه، هو لا الاكسجين ثلاثي ولا الحديد رباعي، ده مختلط. ده خليط من اكسيد حديد 2 واكسيد حديد 3. لو انا بصيت له ادي اكسيد حديد 2 FeO واكسيد الحديد 3 Fe2O3، لو جمعت الاثنين دول مع بعض هيدينا Fe3O4. جميل. يبقى اكسيد الحديد المغناطيسي خليط من اكسيد او اكسيد مركب من اكسيد حديد 2 واكسيد حديد 3. ده بالنسبه لفعل ايه؟ فعل الهواء. ناخده مع بخار الميه. يبقى بعد كده مع الايه؟ مع فعل الماء. طيب انا بعمل ايه برضو؟ بسخن الحديد لدرجه الاحمرار واغمسه في الايه؟ في الميه. ادي الحديد اللي هو الاف اي هفعله مع الميه H2O، بس الحديد يكون مسخن لدرجه الاحمرار لغايه هيدينا اكسيد حديد مغناطيسي Fe3O4 ويتصاعد غاز الايه؟ غاز الهيدروجين. بس التفاعل ده ليه شرط مهم. شرط ان لازم الحراره لا تقل عن 500 درجه. درجه الاحمرار اللي هي ال 500 درجه، فبقى يبقى انا لازم اكتب على السهم السامي 500 درجه ايه مئويه. لو طالب كتب مثلث كده بس وسكت المعادله كده غلط. احنا او يكتب درجه الاحمرار، درجة يعني الاحمرار. لو هو اتزنق في ان هو مش عارف الدرجه بالظبط يكتب درجه بس الايه، بس يعود الاحمرار. نفسه بقى عشان الكلام ده هنحتاجه كتير جدا في المعادلات اللي جايه. يبقى الحراره هنا لغايه 500 درجه حديد وميه اداني اكسيد حديد مغناطيسي اللي هو حجر الحمل، اللي هو اكسيد حديد مختلط، اللي هو اكسيد حديد اسود زائد غاز الهيدروجين. انت لما مسكت اكسيد الحديد المغناطيسي لميته من جميع جهاته عشان ما يفلفصش مننا. طيب ناخده مع اللفه. احنا بنختصره عند تسخين الحديد لدرجه الاحمرار وتركه في الهواء او غمسه في الماء يدينه اكسيد حديد مغناطيسي. الله يفتح عليك. نجمعهم هما الاثنين ايه؟ مع بعض. كويس. طيب لو انا جيت فعلته مع اللافل الذات، طب انا عندي في لافل الذات في الحاله الغازيه وفي عندي لافل الذات في الحاله الصلبه، طب ناخد مين فيهم؟ هناخد الاثنين. جميل. واحده في الحاله الغازيه واحده في الايه؟ في الحاله الصلبه. ناخد حديد. يبقى انا مع كلور. يبقى انا عندي هفاعل الحديد اف اي مسخن لدرجه، هجيب براده حديد كمان عشان اسهل التفاعل. هجيب براده حديد مسخنه لدرجه الاحمرار وهمرر عليه غاز الكلور. يبقى انا عندي درجه احمرار هيديني كلوريد حديد 3. طب ليه ما ادانيش كلوريد حديد 2؟ لان الكلور هنا عامل مؤكسد قوي. تمام. الطالب اللي بيذاكر كويس هيجي يبص للمعادله هيلاقي المعادله مش موزونه. يعني انا عندي الواحد مول من الحديد مش وازن للمعادله، اخليها 2 مول للحديد،
الناحية التانية هيبقى عندي الحديد هنا كام؟ 2. بقى الكلور 2 في 3 ب6 يبقى احط هنا كام؟ 3. يبقى انا عندي كده 2 مول من الحديد بيتفاعل مع 3 مول من غاز الكلور بيدينا 2 مول كلوريد الحديد 3. طب ليه ما ادانيش كلوريد حديد 2؟ لان الكلور هنا عامل مؤكسد قوي. طيب. عامل مؤكسد ايه قوي؟ ناخد حديد مع كبريت. ناخد حديد مع كبريت الحديد اف اي هيتفاعل مع الكبريت، كبريت ماده صلبه هيدينا ايه؟ اف اي اس. وده بنسميه المركب ده كبريتيد الحديد 2. كبريتيد الحديد كام؟ 2. ففي بعض الطلبه بيقول لك طب فين مش شايفين كلمه حديد 2 دي؟ اخلي بالي ان الحديد هنا ثنائي والكبريت هنا ثنائي، فالتكافؤات طالما شبه بعض بتتلغي. طيب ده بالنسبه ده بالنسبه مع اللافل الذات الغازيه والصلبه. يبقى كده شفنا الحديد مع الاكسده، والحديد مع بخار ميه، والحديد مع الكلور، والحديد مع الكبريت. الحديد مع الاحماض، الاحماض في احماض مخففه وفي احماض مركزه. خلي بالك ان الاحماض المركزه عندي حمض نيتريك مركز وده عامل مؤكسد قوي، وعندي حمض كبريتيك وده عامل مؤكسد. معانا حمض مخفف هيدروكلوريك او كبريتيك. الحمض المخفف مع فلز الحديد يتصاعد غاز الهيدروجين، يعني لما اضيف حديد مع اي حمض مخفف هيتصاعد غاز الهيدروجين، وغاز الهيدروجين ده عامل ايه؟ مختزل، بيختزل املاح الحديد الثلاثيه لو طلعت الى املاح حديد ايه؟ ثنائيه. يبقى عندي تفاعل الحديد مع الاحماض المخففه يتصاعد غاز الهيدروجين، وهنا غاز الهيدروجين عامل ايه؟ مختزل، ويتكون ملح حديد ثنائي. اما عند تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المركز هيديني املاح حديد 2، املاح حديد 3، غاز ثاني اكسيد الكبريت، كميه من بخار الميه. طيب ضيف حمض نيتريك مركز، حمض نيتريك مركز عامل مؤكسد قوي، حط حديد مع حمض نيتريك مركز، ايه اللي هيحصل؟ يقف التفاعل. ايه اللي حصل؟ بسبب ظاهره تسمى ظاهره الخمول الكيميائي للفلز. الله، ده احنا سمعناها في سنه ثانيه ثانوي. ايه الظاهره دي؟ حديد مع حمض نيتريك مركز، حمض النيتريك هيأكسد الحديد اكسده سريعه، يتكون طبقه من الاكسيد على سطح فلز الحديد. الطبقه دي حجم جزيئاتها كبير غير مسميه، تمنع استمرار التفاعل. طبعا انا اقدر ازيل الطبقه دي بالحك عن طريق استخدام اي ماده، ايضا باضافه حمض مخفف. تعالوا بقى نفسر الكلام اللي اتقال بسرعه ده بالراحه خطوه خطوه كده مع استاذنا الفاضل. ناخد حديد مع الاحماض المخففه. ماشي تمام. انا فاعل الحديد او هدوب الحديد او براده الحديد يا اما في حمض هيدروكلوريك مخفف يا اما حمض كبريتيك مخفف، سواء الاثنين سيان. انا كتبت المعادلتين عشان ايه؟ نريح نفسنا، يبقى الطالب شايف الاثنين. تمام. فانا لو مررت الاول حطيت للحديد حمض هيدروكلوريك مخفف، اوزن المعادله احط هنا 2 عشان التفاعل يبقى مظبوط، هيديني الكلوريد حديد 2 ويتصاعد غاز الهيدروجين. طيب لو فعلته مع حمض الكبريتيك هيديني كبريتات حديد 2 وغاز الهيدروجين. في مكالمه ده معانا مكالمه كده. حسن من الوادي الجديد. اهلا وسهلا حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حسن. ازي حضرتك يا مستر؟ اهلا بيك، اهلا شرفتنا. كان عندي سؤال. اتفضل. اتفضل. وضح بالمعادلات الكيميائيه الموزونه كيف تحصل على كل من كبريتيد الحديد 2 من اكسيد الحديد المغناطيسي. كبريتيد حديد 2 من اكسيد الحديد المغناطيسي. حاضر. وكبريتات الحديد 2 من كلوريد الحديد 3. كبريتات حديد 2 من كلوريد حديد ايه؟ 3. 3. تمام. في ايه تاني معاك؟ لا بس شكرا. طيب على العموم اسمعني كده ابو علي. ماشي. طبعا بالنسبه لكبريتيد الحديد 2 من اكسيد حديد مغناطيسي احنا لسه ما قلناش الكلام ده. بس هنوضحه لك برضو بسرعه. كبريتات حديد 2 من كلوريد حديد ثلاثي برضو لسه الكلام ده ما اتقالش. انا عشان اطلع كبريتيد حديد 2 يبقى لازم اجيب حديد. طب عشان اجيب حديد انا معايا اكسيد حديد مغناطيسي اف اي 3 او 4، هختزله بسي او، حصلت على ايه؟ هاخد اختزله بالهيدروجين او سي او، حصلت على اكسيد حديد ايه؟ او اعمل له اكسده، اعمل له اكسده او نعمل له اكسده مباشره، اديني اكسيد حديد اكسيد حديد 3 على طول. تمام. وبعد كده اختزله في اما في الفرن العالي يا اما في فرن ميدريكس، اديني حديد. اخد الحديد مع الكبريت. الكبريت. الله ينور عليك يا استاذ سامي. تمام. انا عندي اكسيد الحديد المغناطيسي هعمل له تسخين شديد في الهواء. تمام. هيديني اكسيد حديد 3. مظبوط. اكسيد الحديد 3 هختزله باول اكسيد الكربون في درجه حراره اعلى من 700 درجه. دخلت على الفرن العالي، حصلت على الحديد. هيديني حديد.
الحديد افعله مع الكبريت تسخين شديد يديني كبريتين الحديد 2. طيب السؤال الثاني يا حسن لو معانا كبريتات تحب اكتبهم لك ولا خلاص كده؟ لا ما عشان ما نعديش الجزئيه اللي بنشرحها. اسمعنا برضو، كبريتات حديد 2 من كلوريد حديد ثلاثي، انا لو خدت كلوريد حديد ثلاثي مع هيدروكسيد امونيوم حصلت على ايه؟ على هيدروكسيد حديد ثلاثي. هسخنه اعلى من 200 درجه حصلت على اكسيد حديد ثلاثي. تمام. هاخد اكسيد حديد ثلاثي هبتدي اختزله حصلت على الحديد. خدت الحديد فعلته مع حمض الكبريتيك المخفف حصلت على كبريتات حديد ايه؟ ثنائي. هما الاسئله حلوه بس يا ريت نرتب كلامنا مع الجزء اللي بيتشرح او الجزء اللي اتشرح قبل كده. لكن الجزئيه اللي انت بتسالنا فيها دي لسه في اكسيد الحديد لسه جايه هتتقال. طب ماشي يا مستر، ممكن الجزئيه الاخيره دي تعيدها لي ثاني بس لما نوصل عندها، بس عشان بعيد عن ال سي دي اللي هو كبريتات حديد 2. طيب تابع معايا يا ابني. طيب هنكتبها لك. حاضر ماشي، انا هفصل مع حضرتك. طيب ماشي اتفضل تابع معانا. انت عندك ادي كلوريد حديد 3 اف اي سي ال 3 هفعله مع 3 مول من هيدروكسيد الامونيوم ان اتش 4 او اتش او هيدروكسيد الصوديوم تمام. هيدينا 3 مول كلوريد امونيوم زائد اف اي او اتش باي 3 لون بني محمر، ده راسب لونه بني محمر. دي المعادله الايه الاولانيه هنسخن. بعد كده هاخد اكسيد هيدروكسيد الحديد 3 اف اي او اتش باي 3 هاخد منه 2 مول وسخن لدرجه حراره اعلى من 200 درجه مئويه هيديني اكسيد حديد 3 اف اي 2 او 3 زائد 3 مول من المي. انا كده لحد وصلت لحد فين كده؟ اكسيد حديد وصلت لحد اكسيد الحديد 3. انت تعرف تكمل بقى. اكسيد الحديد 3 في الفرن العالي هيديك ايه؟ حديد. حديد يبقى برضه فرن ميدريكس. نكتبها له ادي اكسيد الحديد 3 يعني لو خدنا ميدريكس برضه صح او فرن ميدريكس اف اي 2 او 3 هيتفاعل مع 3 مول من اول اكسيد كربون درجه حراره من 700 ل 900 درجه مئويه يعني اعلى من 700 هيدينا حديد زائد 3 مول من ثاني اكسيد الايه الكربون. وصلت للحديد. وصلت كده انا للحديد. الحديد اف اي هفعله مع حمض الكبريتيك اتش 2 اس او 4 والحمض يكون مخفف، الشرط بتاع الحمض يكون ايه مخفف، هيدينا اف اي اس او 4 زائد غاز الهيدروجين يتصاعد. هنا طلع الملح الثنائي لتكون يبقى انا من ملح ثلاثي جبت ملح ثنائي. تمام. تمام. يبقى كده احنا وصلنا مع بعض برضو لخواص الحديد اللي موجوده معانا الكيميائيه. شفنا هنعيد تاني كلامنا، الحديد بالاكسجين حصلت على اكسيد حديد مغناطيسي، حديد وبخار ميه حصلت على اكسيد حديد مغناطيسي وتصاعد غاز هيدروجين، حديد وكلور كلوريد حديد ثلاثي، حديد وكبريت كبريتيت حديد ثنائي، حديد واحماض مخففه زي HCl DIL او H2SO4 مخفف برضو حصلت على الملح الثنائي وتصاعد غاز الهيدروجين. طيب ما تيجي ناخد بقى تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المركز ونشوف الميكانيكيه بتاعت التفاعل. ادي الحديد هاخد منه 3 مول افعله مع 8 مول من حمض الكبريتيك H2SO4 والحمض يكون مركز ساخن، الحمض بتاعي يكون مركز ايه؟ ساخن. يبقى انا خدت الحديد مع حمض الكبريتيك المركز الساخن. هيدينا ايه؟ كبريتات حديد 2 اف اي اس او 4 وكبريتات حديد 3 اللي هو الاف اي اف اي اكتبها تحت كده عشان تكفي اف اي 2 اس او 4 باي 3 وهيديني 4 مول من ثاني اكسيد كبريت وهيديني 8 مول من الميه. حلو جدا. طيب انا عندي ايه اللي هيحصل؟ ان الحديد هيتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز يديني كبريتات حديد 2 وكبريتات حديد 3 وثاني اكسيد الكبريت وميه. ولكن الميكانيكيه بتاعت التفاعل دي صعبه على الطلبه وتقيل عليهم مش هيعرفوا ايه طيب يستوعبوها. طب نقول سؤال في المنهج بطريقه مبسطه. طب نقول سؤال في المنهج والمعادله لسه موجوده. ماشي اوكي. انا معايا حمض الكبريتيك المركز خدته مع الحديد اداني املاح حديد ثنائيه واملاح حديد ثلاثيه وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكبريت اللي ريحته ريحه نفاذه ويتكون بخار ميه. معانا حديد وحمض كبريتيك مخفف فعلتهم اداني ملح حديد ثنائي وتصاعد غاز الهيدروجين اللي لو قربت منه شظيه مشتعله يشتعل بايه؟ بفرقعه. يبقى السؤال على طول واضح. كيف تميز بين حمض كبريتيك مخفف
وحمض كبريتيك مركز الله يفتح عليك نجاوب نقول ايه يا استاذ حمض الكبريتيك المخفف هيتصاعد غاز هيدروجين يشتعل هضيف براد الحديد براد حديد تمام هضيف له براد حديد هيتفاعل مع الحمض الكبريتيك المخفف هيديني غاز هيدروجين يشتعل بفرقعة تمام مع حمض الكبريتيك المركز بيديني كبريتات حي 2 وكبريتات حي 3 ده انا مش هاخد بالي منه انا تمام. مين المتصاعد عندي غاز ثاني اكسيد الكبريت بس ده هناخده بقى في الباب الثاني الحته بتاعه ان انا اميز واكشف عن غاز ثاني اكسيد الكبريت يا اما الريحه النفاذه ايوه يا اما بقرب له ورقه مبلله بثاني كرومات بوتاسيوم بس ده ياخدوها في الايه حلو قوي يعني ريحه ثاني اكسيد الكبريت نفاذه عندي زكام يا اخي ما شمتوش طب هعرفه ازاي اللي هيحصل هقرب منه ورقه مبلله بثاني كرومات بوتاسيوم المادة المؤكسدة اللي خدتها في الباب الأول اللي هي لونها برتقالي هتتحول إلى اللون الأخضر هيطلع كبريتات كروم طب ما احنا خدنا في الباب ده الألوان خدنا كبريتات الكروم لونها إيه لونها أخضر طب ليه لونها أخضر بقى نعرف يلا. عشان طاقة اللون الأحمر واللون الأحمر لا هي مركبات الكروم الثلاثية لونها أخضر هو بيمتص من الضوء المرئي او فوتونات الضوء طاقه اللون الاحمر لاثاره الالكترونات المفرده كويس ويظهر باللون المتمم وهو الاخضر يعني ظهر باللون اللي اعلى منه طاقه اللي هي مجموع الالوان اللي بتنعكس عندنا اللي هو اللون المتمم تمام. دخلنا على اللون المتمم ايه هو اللون المتمم هو اللون المنعكس اللون اللي بتراه العين اللي هو طاقته بتكمل اللون الايه الممتص خلي بالك انت لازم تذاكر وتراجع لازم وانت شغال لازم الطالب يوم يعني احنا شغالين في حاجه لفينا تمام انت عامل زي متر الانفاع ما تخش من نفع لنفع ده كويس ما تقلقش انا موجود يا استاذ ربنا يديك الصحه والعافيه ربنا يحفظك يا اخويا طيب كده شفنا مع بعض مع حمض الكبريتيك الايه حمض الكبريتيك المركز طيب لو انا ضفت على الحديد حمض نيتريك مركز بقى عاوزين نرسم بقى رسمه بسيطه نوضح الجزيئات اللي بتزيد كده ايه اللي بيحصل انا عندي حمض النيتريك لما بيتفاعل مع الطبقه الخارجيه من ذرات الحديد بيكون لي طبقة أكسيد غير مسامية حجم جزيئاتها أكبر من حجم ذرات الحديد حلو فالطبقة الغير مسامية دي بتمنع وصول الحمض إلى الطبقات الأخرى فبيحصل للحديد خمول أنا هفكر الطالب ده السؤال اللي خده السنة اللي فاتت كان السؤال بيقول له إيه علل لما يأتي لا يتفاعل كل من الحديد والكروم والألمونيوم مع حمض النيتريك المركز لتكون طبقة أكسيد غير مسامية على سطح الفلز يمنع استمرار الاكسده او التفاعل الكلام ده عندنا السنه دي برضه موجود عندنا في ما موجود برضه ليه الكروب رغم انه نشط كيميائيا الا انه يقاوم فعل العوامل الجويه نفس السبب لتكون طبقه اكسيد غير مساميه على سطح الفلز يمنع استمرار عمليه الاكسده طب انا عندي في المعمل حمض نيتريك مركز احفظه في انابيب مصنوعه منين مصنوع من الحديد علل السؤال يجي لك كده علل لما ياتي يحفظ حمض النيتريك المركز في انابيب مصنوعه من الحديد او الالومنيوم او تطلى من الداخل بايه بطبقه من الكروم اجابه ايه لان حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي يؤكسد سطح الفلز اللي عندي ويكون طبقه من الاكسيد حجم جزيئاتها كبير غير مسميه تمنع استمرار التفاعل الطبقه الغير مساميه دي لو حبيت اشيلها من مكانها بيبقى عن طريق حك كلمه حك دي لان اجيب ورقه صنفره واحكها تمام حاجه غريبه يعني يا اما احطها في حمض ايه حمض مخفف زي حمض الهيدرو طب معانا ابننا مصطفى من المنيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مصطفى السلام يا مستر اهلا بيك وبركاته اهلا بيك اتفضل انا عندي سؤال يا مستر اتفضل الاسئله اللي انت عاوزها تحت امرك عندي الحاله الفيزيائيه لازم نكتبها في المعادله ولا لا الحاله الفيزيائيه حاضر ايه تاني يا مصطفى انا سامعينك انت وطي التلفزيون واسمعنا بالتليفون ايوه قول لنا ها في اسئله تانية عندك يا مصطفى لا شكرا يا فندم بس هي الحاله الفيزيائيه يعني في شكرا ماشي في معادلات هناخدها بعد كده لازم فيها الحاله الفيزيائيه طبعا زي في الباب الثالث في الاتزان لازم حاله فيزيائيه تبان قدامنا فانت عود نفسك من دلوقتي تتعلم على الحاله ايه الفيزيائيه يعني مثلا معادله الحديد مع الميه عند 500 تكتب تحت الميه ايه ليكويد ولا في في بخار ان بتسخن لغايه 500 يعني الميه بتبخر عند 100 مركز يا استاذ مركز يا استاذ رمضان دي حاجات يعني الحديد ده هيبقى حالته ايه سوليد صلب يعني احنا عشان حديد نحاس المونيوم يعني انت عندك لما يكتب لك في الحاله الفيزيائيه اس ده جاي من كلمه سوليد يعني صلب تمام لما يكتب لي ال جايه من كلمه ليكويد يعني سائل لو كتب لي فيبر يبقى ده ايه بخار لو كتب لي جي يبقى ده ايه غاز
لو كتب لي كلمه اقوس اللي هو الاي كيو يبقى ده محلول. يبقى في معادلات لازم تتكتب بالحاله الفيزيائيه بس لسه ما جاش ميعادها او نتكلم عليها في منهجنا. كل المعادلات بتاعت باب الحديد مش لازم اكتب فيها الحاله ايه الفيزيائيه الا اذا انت تعودت. غاز ثاني اكسيد الكربون يبقى تحتيه جي، بخار ميه تحتيه في، اوكي. اكاسيد الحديد كلها ما بتدوبش في الماء، اكسيد حديد ثنائي لونه اسود، اكسيد حديد ايه ثلاثي هيماتايت لونه احمر، اكسيد حديد مغناطيسي لونه ايه اسود، ده الاكسيد الاسود برضو دي ماده صلبه. الليمونايت متهدرت يعني بيحتوي على كميه منين من الميه، او متبلر او متميع محتاج كميه ميه او بيمتص كميه ميه. هنتابع مع بعض كده بعد كده خلصنا الايه الاحماض الايه المركزه. في بعض التحولات بتيجي عندنا في الاسئله لازم نتعلم. ممكن يسالك في الامتحان كيف نحصل على، زي ما سمعنا بعض الاسئله من ولادنا كيف نحصل على، بس تعال نغير بعض نكهات الاسئله. على الميجناتايت من السيدرايت، كيف نحصل على الميجناتايت ميجناتيت الاسود Fe3O4 من السيدرايت الرمادي المصفر اللي هو كربونات الحديدوس. تمام عايز تتفسح بيهم يعني؟ لا طبعا لازم لازم يشتغلوا. انا عندي السيدرايت اللي هو كربونات الحديد FeCO3 بعمله تسخين اثناء عمليات التحميص بيتفكك يدينا FeO زائد ثاني اكسيد الكربون. تمام خلاص كده ال FeO ان اكسد، هعمل له عمليه اكسده اللي هو بنص O2 اكسده ذريه. خلاص كده في 2 مول بره، هيدينا Fe2O3. جميل. انا كده جبت مين؟ اكسيد الحديد 3. تمام. هاخد اكسيد الحديد 3 Fe2O3 افعله مع اول اكسيد الكربون في الفرن العالي، او خليط من اول اكسيد الكربون والهيدروجين في فرن ميدريكس الاسهل ليك اعمله، ودرجه حراره اعلى من 700 درجه مئويه، هيدينا فلز الحديد بنسميه الحديد الغفل وزائد 3 مول من ثاني اكسيد كربون يتصاعد. تمام. انا كده وصلت لمين؟ للحديد. اسخنه لدرجه الاحمرار. خلاص كده اعمل حاجه من اتنين، يا اما اعصيبه معرض للهواء يتحد مع الاكسجين، يا اما اغمسه في الميه. هناخده مع الاكسجين، يبقى عندي الحديد 3 مول Fe هيتفاعل مع الاكسجين في درجه حراره 500 درجه مئويه، 500 درجه مئويه اللي هي درجه الاحمرار، هيدينا Fe3O4 اللي هو الميجناتايت. هنا هتاخدناه مع الاكسجين عند 500 او بخار الميه عند 500. ايوه. حصلت على اكسيد حديد مغناطيسي. سؤال حلو. طيب. يعني ان انا ابدا من السيدرايت لحد اكسيد الحديد المغناطيسي كويس، يعني جميل. لامم الايه الجزء اللي احنا خدناه كله مع بعض. ممكن يجي نفس السؤال، كيف تحصل على الاكسيد الحديد المغناطيسي من كربونات الحديدوز؟ هو كيف نحصل على خام اكسيد الحديد الاسود من خام ايه ملح حديد لونه رمادي ايه مصفر. في بعض الاسئله بتجينا تاني في صوره مخططات. احنا ممكن نبسط بدايه المخططات عندنا النهارده، يعني نعمل مخطط سهل كده لنفس المعادلات اللي قلناها دي. يعني مثلا لو خدنا مربع فيه السيدرايت نبدا على الشمال خالص. الشمال خالص اتفضل. ادي السيدرايت FeCO3 سهم حراره مربع فاضي زائد ثاني اكسيد الكربون زائد بره ماشي. زائد ثاني اكسيد الكربون ماشي، يعني المربع ده فاضي عادي ماشي. تمام. زائد ثاني اكسيد الكربون هخليها تحت ثاني اكسيد الكربون. حاضر. والمربع الفاضي ده هسخنه واكسده، هسخن اعمل عمليه تسخين في وجود اكسجين زائد اكسجين سواء نص او هو بيوزن بقى. هيديني مربع فاضي تاني تمام. هاخد من المربع ده سهم لتحت، مع سي او واعلى من 700 هيدينا مربع فاضي تحت. بس عاوزين نحل المخطط البسيط ده. جميل. هو ممكن ناخد برضو من العنصر اللي طلع ده في الاخر سهم مع الكلور وحراره، سهم كلور عليه كلور Cl2 حراره، هيدينا مركب من الاملاح الثلاثيه. دي صوره مبسطه للمخططات. هو في اكتر من كده طبعا، بس في الامتحان لو جه ادي اربع خانات فاضيه ما بيزيدش عن كده عاوزين نحلها بقلم ايه مختلف كده يبان للطالب هنعمل ايه. اشرحها لنا حضرتك بالراحه كده. طيب انا عندي المعادله هكتبها صوره معادلات بقى. تمام. طيب
انا عندي اول حاجه اللي هو الايه FeCO3. طب ما نوضحها طيب في المخطط وبعدين نكتبها معادلات. ادي FeCO3 حلو، سهم حراره خلاص كده، ادي سهم وعليه حراره هيدينا مربع فاضي كده FeO زائد FeO أيوة. زائد ثاني اكسيد الكربون. حلو قوي، طلع ثاني اكسيد الكربون. FeO هعمل له عمليه تسخين مع الاكسجين اللي هو نص ايه، نص O2، هيدينا اكسيد حديد 3. حلو جدا، اللي هو Fe2O3. اكسيد الحديد 3 هختزله باول اكسيد الكربون عند درجه حراره اعلى من 700 او من 700 ل 900 درجه مئويه، هيدينا فلز الحديد Fe. هاخده مع الكلور، فاعل الحديد مع الكلور Cl2 هيدينا كلوريد حديد 3. جميل، يبقى كده ده المخطط ايه، الجميل بتاعنا. بعد كده عاوزين نكتبه معادلات، مفيش مشكله. وممكن في نفس المخطط ده يكون مديني مثلا حروف A B C، يطلب مني مثلا ايه البي اللي هو مثلا FE2O3، يقول لي لونه ايه، خواصه ايه، طب كيف نحصل منه على مركب ايه او بي او سي. عشان كده احنا بنقول للطالب خليك خليك عميق في المذاكره بتاعتك، ولازم تعمل علاقات وانت بتشتغل. يعني انا ما ذاكرش مثلا العناصر الانتقاليه وخلاص كده. طب ما ممكن يقول لك انا عايز العناصر اللي في السلسله الانتقاليه الاولى ليها عدد تاكسد واحد بس، تمام، بس كانديوم موجب 3 والخرصين. طب عايز في السلسله الانتقاليه الاولى العناصر اللي التوزيع الالكتروني بتاعها شاذ، جميل، يبقى الكروم والايه والنحاس اللي في السلسله الاولى، صح كده. طب عايز العنصر اللي الكتله الذريه بتاعته بتشذ في الايه، في العناصر الانتقاليه، يبقى النيكل. دخلنا على الكتله الذريه الجميله دي. في علاقه طرديه بين الكتله الذريه والكثافه. ليه في علاقه طرديه ما بين الاثنين؟ ليه السبب ان العلاقه الطرديه بين الكثافه والكتله الذريه؟ للثبات النسبي في الحجم. ثبات نسبي في الحجم، حيث هناك عاملان متضادان، قوه جذب النواه مع التنافر الالكترونات الخارجيه اللي بتزيد. فالحجم تقريبا ثابت، يبقى الحجم هنا تقريبا الاعتماد هنا على الكتله، يبقى هنا الكتله والكثافه في السلسله الانتقاليه الاولى تناسب ايه، طردي. يعني خط مستقيم ولا خط عكسي. وهم بقى خدوا الكلام ده في الفيزياء، ان احنا عندنا في قانون بيقول ايه، ان الرو دي بيساوي ام على ايه، الكثافه بيساوي كتله على الحجم. طب انت عندك الحجم تقريبا ثابت، يبقى على طول الكثافه بتعتمد على مين، على الكتله الذريه، يبقى الكثافه مع الكتله الذريه تناسب طردي. برضو في سؤال حلو كده مستخبي كده، ممكن يسالني ازاي تحصل على الميه من فوق اكسيد الهيدروجين. ده جميل، ايه ده، احنا عندنا الاسئله دي. عندنا وخدناها. خدناها. ممكن يقول لك وضح بيانيا اثر ثاني اكسيد المنجنيز على انحلال فوق اكسيد الهيدروجين. يبقى الرسمه بتاعت العامل الايه، الحفاز. يبقى انا هاخد 2H2O2 2 فوق اكسيد هيدروجين، هبتدي اخده في وجود عامل حفاز ثاني اكسيد منجنيز، يكون 2 ميه زائد غاز ايه، غاز اكسجين. يعني ما تتخيلش ان المعادله مكتوبه كده وخلاص، يعني ممكن تيجي في الامتحان. اللي انا بقوله النهارده انا وزميلي الفاضل، ان انا لازم اركز ما بين سطور كتاب المدرسه، لان الامتحان من داخل الكتاب. يعني اركز مذاكرتي على كتاب المدرسه، كتاب الوزاره، هو ده ايه الامتحان معانا. في معانا سؤال جميل جدا، نقول كده من الليمونايت، من مبتدئا بالليمونايت او من الليمونايت، كيف نحصل على ملح كلوريد الحديد الثلاثة؟ كلوريد حديد 3. الليمونايت عاوز اطلع منه ايه، ملح حديد 3. سؤال جميل جدا يا استاذ. حلو قوي. احنا عندنا الليمونايت الرمز بتاعه Fe2O3 ومعاه جزيئات من الميه، ولازم اكتب بنسبه 2 الى 3. خلي بالنا لازم نحفظها. لازم. ده بيجي اسئله في الامتحان. 2 مول حديد مع 3 مول ايه، بنسبه 2 الى ايه 3. ده اثناء التحميص بيفقد الميه وبيدينا اكسيد حديد 3 Fe2O3 زائد 3 مول من الميه. يبقى انا حصلت على اكسيد حديد ثلاثي. يبقى انا كده حصلت على اكسيد الحديد الايه؟ الثلاثي. اكسيد الحديد 3 اللي هو ال Fe2O3 اختزله باول اكسيد الكربون في درجه حراره اعلى من 700 درجه مئويه. اتقالت كتير المعادله دي النهارده. ايه؟ ليه؟ لان انا ممكن اكسيد الحديد 3 افعله مع حمض هيدروكلوريك مركز. تمام. كلوريد حديد 3 على طول. تمام. ولكن ايه، لسه ما وصلناش ليه. فهناخد اللي احنا ايه اشتغلنا بيه، هيدينا حديد 2 حديد زائد 3 3 مول من اول ثاني اكسيد الكربون. بعد انا كده حصلت على الحديد. افاعل الحديد اللي هو الاف اي المسخن لدرجه الايه، الاحمرار، افاعله مع غاز الكلور هيديني الكلوريد حديد 3
FeCl3. حلو. انا كده جبت من الليمونايد كلوريد الحديد 3. طيب يبقى دلوقتي عندنا التحويلات اساسيه في الامتحانات لازم ناخد بالنا منها كويس ونتعرف عليها. بعد كده لما نيجي نتكلم في اكاسيد، لو خدنا النهارده مقدمه عشان الوقت اللي جري بينا، عندنا اكاسيد الحديد، في عندي ثلاث انواع من الاكاسيد: اكسيد حديد ثنائي، اكسيد حديد ثلاثي، اكسيد حديد مغناطيسي. اهم حاجه وانت بتذاكر لازم تتعلم تحول الاكاسيد دي ازاي من ثنائي لثلاثي لمغناطيسي او العكس. وده يعتبر يا استاذ رمضان اهم درس في الباب الاول اللي هو الجزء الاخير هو الجزء بتاعنا الأخير. اللي نتكلم عليه اكاسيد لازم بيجي فيه سؤال في الامتحان، عشان كده ان شاء الله اساتذتنا لما يحضروا الحلقه الجايه لازم الطالب يبقى معاه كراسه كده للايه للتحضير والاكسده والتفاعل مع حمض الكبريتي. يعني ازاي بحضر اكسيد حديد ثنائي؟ طبعا في طريقتين. اول حاجه بتسخين اكزالات الحديد الثنائيه بمعزل عن الهواء. في سؤال جميل جدا ممكن يجي لك كسؤال اختياري كنت كاتبه في صوره امتحان لبعض الطلبه، بقول لهم ايه؟ عند تسخين اكزالات الحديد الثنائيه في الهواء نحصل على اختار FeO ولا Fe2O3 ولا Fe3O4. اللي مش مركز يقع. انا بقول في الهواء ما قلتش ايه بمعزل عن الهواء. لو بمعزل عن الهواء يبقى ده اكسيد حديد ايه؟ 2. لكن في وجود هواء يبقى هجيب اكسيد حديد ثلاثي، يعني باخد المعلتين. برضو ممكن نحضر اكسيد حديد ثنائي باختزال الاكاسيد الاعلى عند درجه من 400 لكام؟ ل 700. وبرضو لازم يركزوا الطلبه معانا ان الاكاسيد كلها لما تختزلها بتاعت الحديد اعلى من 700 بتحصل على الحديد. اي اكسيد اكسيد عندنا ثنائي ثلاثي مغناطيسي اختزله باعلى من 700 درجه حصلت على عنصر مين؟ الحديد. لكن الاكسيد الثلاثي ممكن نحضره ازاي يا استاذ سامي؟ اكسيد الحديد 3. اكسيد حديد 3. اكسيد حديد 3 انا عندي طريقتين. احنا الكلام ده هيتشرح الحصه اللي جايه عادي بالتفصيل. بس احنا عاوزين نشوف فكره عنها مع بعض. اكسيد الحديد 3 FeCl3 ده كلوريد حديد 3. تمام. هفعله مع هيدروكسيد الامونيوم اللي هو ال NH4OH. جميل جدا. هاخد 3 مول. ليه اسم تاني هيدروكسيد امونيوم ده؟ محلول نشادر. محلول نشادر. محلول نشادر او محلول امونيا. هيدينا 3 NH4Cl زائد ال FeOH/3 اللي هو هيدروكسيد الحديد 3. بناخد هيدروكسيد الحديد 3 لونه ايه برضه؟ بني محمر. يبقى تاني مره بنقولها النهارده لونه بني محمر. لو عندي ملح من املاح الحديد الثنائيه بيطلع اللون الابيض المختلف. الله يفتح عليك. تمام. هسخنه لدرجه حراره اعلى من 200 درجه مئويه، هيدينا FeO3 زائد 3 مول من المي. تمام. انا كده جبت مين؟ اكسيد الحديد 3 بالطريقه الاولانيه. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه يعني في طرق تاني هتتفسر الحلقه اللي جايه ان شاء الله. بس انت عارف وقتنا النهارده جري بسرعه مع اولادنا. طبعا بنشكرك يا استاذ سامي لمجهودك الكبير معانا. نركز في المعادلات يا اولاد، نعيد ونكرر. التكرار حلو جدا جدا، بيعلم كل الشطار. لازم ورقه وقلم وانا بذاكر في الكيمياء. خلي كشكول خاص بينا وبالاسئله بتاعتنا، هتفرق معاك جدا في الامتحانات ان شاء الله الاسئله دي. يا رب نكون قدرنا نوصل لكم النهارده معلومه من المعلومات الجميله، ونشوفكم على خير في الحلقه اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام.